الرياضيه في البدايه بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي استاذ عبد اللطيف. اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن، تحيه ليك والى المشاهدين الافاضل والى الاخوه العاملين في قناه نادي القرن النادي الاهلي، النادي الذي نعشقه ونقدره كثيرا. اهلا بحضرتك معانا، وبحييك وبحيي اهل المغرب كلهم على التنظيم الاكثر من الرائع الحقيقه لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها في المغرب، ودي مش المرة الأولى طبعا للمغرب، ولكن النسخة دي مميزة جدا، افتتاح مميز جدا، شفنا تنظيم على أعلى مستوى من الأشقاء في المغرب. مبروك ليكم طبعا، وألف مبروك لنا جميعا، مبروك للمغرب، مبروك لمصر، مبروك لكرة القدم العربية، لكرة القدم الإفريقية. هذا الحفل الافتتاحي البهيج لمونديال الأندية، وهو يقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختي 2013 و2014، اليوم نعيش نسخة 2022 وبمشاركة النادي الأهلي المصري إلى جانب نادي الوداد الرياضي المغربي بطل إفريقيا. فقط أخي عبد الرحمن لو سمحت، أنا أريد أن أرجع شيئا ما إلى الوراء. اتفضل يا فندم. لأقول بأن هذا المونديال وهو يقام في المغرب هو جاء ليعيد الاعتبار للعلاقات ما بين الأهلي ونادي الوداد الرياضي. طبعا ما زلتم تتذكرون الضجه التي اثيرت حول استضافه المغرب لنهائي دوري ابطال افريقيا، والقلق والامتعاض الكبير الذي كان يسود في الشارع الرياضي الاهلاوي على وجه الخصوص. ولكن شاءت الظروف، شوف الزمن هو الذي يصلح الكثير من سوء الفهم. خليني بس اقطع حضرتك لدقيقه واحده، ما كانش في اي لوم على نادي الوداد، اللوم كان من عندنا احنا هنا من الاتحاد المصري، لكن فوزي الاقجع راجل سعى ان هو ينظم مباراه نهائيه، وده حقه يعني في المغرب عشان مصلحه فريقه، احنا ما عندناش اي مشكله في ده طبعا. والخطيب والكابتن الخطيب والنادي الاهلي كانوا بيشيدوا بده وبيشيدوا بدور فوزي الاقجع بده على فكره. استاذ عبد الرحمن انا لا اريد ان ارجع للوراء طبعا، لكي اتوقف عند الجزئيات وعند التفاصيل، لأن المغرب ترشح لاحتضان دوري أبطال إفريقيا وفق المعايير ووفق المقتضيات التي تعتمدها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. فقط أنا أريد أن أقول بأن احتضان المغرب لمونديال الأندية 2022 جاء في وقته المناسب وجاء ليعيد الاعتبار للنادي الأهلي. النادي الأهلي هو لو فاز بدوري أبطال إفريقيا كان سيكون هو ممثل كرة القدم الإفريقية في هذا المونديال، ولكن استضافة المغرب لهذا الحدث العالمي فتح الباب أمام مشاركة الأهلي في هذا الاستحقاق العالمي. وأعتقد بأنه التاريخ وقف إلى جانب المغرب وإلى جانب مصر كما يقف دائما على مر الزمن، التاريخ دائما ينصف العلاقات المغربية المصرية. لذلك أعتقد بأن تواجد الأهلي في هذا المونديال هو تشريف لهذا المونديال، وهو أيضا دعامة وتعزيز لمشاركة نادي الوداد الرياضي، لأن الناديين معا يحملان مشعل كرة القدم الإفريقية في هذا الاستحقاق العالمي. طبعا أكيد العلاقة الأخوية بين جمهور الأهلي وجمهور المغرب وجمهور الكرة المصرية هي الأساس. كابتن محمود الخطيب بالمناسبة أشاد بموقف فوزي الأقجع وأشاد بموقف الأخوة في المغرب حتى في المباراة النهائية، هو حق أصيل، إحنا اللي تأخرنا، أو الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي تأخر في تقديم طلب تنظيم المباراة. الحقيقة يعني المباراة الافتتاحية كانت أكثر من رائعة، عايز آخد منك رأيك في مشاركة النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية وفوزه على أوكلاند سيتي. أعتقد بأن النادي الأهلي أكد من خلال مباراته الافتتاحية، مباراته الأولى، أنه جاهز لكي يدافع عن حظوظه. أدى مباراة من الطراز الرفيع، احترم المنافس رغم أن المنافس ليس من العيار الثقيل وليست له تجربة كبيرة، دائما هو يشارك ويودع المسابقة مبكرا. نادي الأهلي المصري يحسب له أنه احترم المنافس وفق ما يستحق من الاحترام، وأبان نادي الأهلي أنه جاء إلى المغرب وجاء إلى مدينة طنجة من أجل أن يشرف كرة القدم المصرية، ومن أجل أيضا أن يستغل هذه المناسبة لكي يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا المونديال الذي يقام للمرة الثالثة في المغرب. لذلك أعتقد بأن الأهلي من خلال مردوده العام
ومن خلال أسلوب اللعب ومن خلال أيضا اختيارات المدرب نلمس أن هناك عمل في العمق ينجز داخل النادي الأهلي المصري، وأن النادي الأهلي هو في الطريق لكي يستعيد هيبته على الصعيد الإفريقي. والمباراة أمس قدمت العديد من المؤشرات والعديد من الأرقام والعديد من المعطيات على أن النادي الأهلي بإمكانه أن يذهب إلى أبعد نقطة في هذا الاستحقاق العالمي، إلى جانب نادي الوداد الرياضي المغربي ولجانب أيضا نادي الهلال السعودي، لأن هذه الأندية الثلاثة هي كرة القدم العربية في هذا الاستحقاق العالمي. طبعا احنا كان نفسنا يبقى معانا وقت نتكلم مع حضرتك أكتر من كده، ولكن حضرتك شرفتنا وتشرفنا بوجود حضرتك على شاشة قناة